اتجاه جاستون سيلفا، التوزيع من هناك على الجهة اليمنى ومارسيلو، ولولا ضربة جزاء. ماذا فعلت يا مارسيلو من أمام بكر ألسون؟ حكم المباراة باتريك لوستو لم يتردد ولا لحظة تماما. يا مارسيلو ماذا فعلت؟ يا مارسيلو ماذا فعلت؟ وصل الحارس متأخرا وضربة الجزاء صفر حكم المباراة لليغواي. كافاني يسدد، كافاني وجول. إديسون كافاني يسجل هدفه 38 في مشواره الكروي مع منتخب الأوروغواي بعد 90 مباراة لعبها مع منتخب بلاده. خطيرة للبرازيل، هاو كافاني يستعد ويسدد بيمناه، أرضية زاحفة على يمين أليسون. جول أول للأوروغواي، 9 دقائق لعب، هدف مقابل 0 أمام البرازيل. هذا الهدف سيخرج عناصر المنتخب البرازيلي ويخلي الأوروغوايانيين يواصلون اللعب بنفس السيناريو الذي بدأوه مع التجمع والتمركز والتموقع ومحاولة الغلق على كوتينيو وعلى فيرمينو وعلى نيمار، ومحاولة أيضا الفوز على البرازيل والانفراد بريادة وتقليص الفارق بينه وبين البرازيل لنقطة واحدة. اليوم هو بيريرا، بيريرا لوحده لن يقدر على نيمار، مر نيمار، دخل نيمار يلعبها في وسط الميدان، هيلا لرناتو، تسديدة، بابا با جول عالمي هذا الجول. ريناتو أو جوزي باولينيو يسجل هدف من أروع ما يكون. نيمار لباولينيو حط له صاروخ، صاروخ أرض جو في الزاوية 90 يا مارتين سيلفا، ولا أروع هذا الجول. جدد صاروخ، الكرة من عند نيمار من هناك على الجهة اليسرى، هاي لهدف في وقت كنت أقول بيريرا لوحده لن يكفي. مررها في الوسط لجوزي باولينيو، استلم، بوم، لم يطرح أي سؤال حتى في الزاوية اليسرى. جول أول البرازيل، هدف التعديل بعد ربع ساعة لعب. يا سلام على هذه التسديدة الحلوة والرائعة والدقيقة والممتازة. جول للبرازيل في منتهى الروعة على يمين الحارس، وأخرجها مباشرة للتماس. طبعا عارف نيمار بأنه في مرمى الأوروغواي لا يوجد موسليرا خبرة وتجربة أكبر من مارتين سيلفا اللي لعب فقط مباراته الثامنة مع منتخب الأوروغواي. داني ألفيش، كاسيميرو في الوسط، يرجع لداني ألفيش مرة ثانية، يلعب من هناك على الجهة اليمنى، كوتشينيو، هاي الكرة فيرمينو، أوبا بابا فيرمينو، جول 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 ثاني لمنتخب البرازيل. باولينيو يسجل ثنائي اليوم، هدف أول في نهاية في منتصف الشوط الأول، وجول ثاني في هذه اللحظات من عمر المباراة في بداية الشوط الثاني. جوزي باولينيو يسجل جول ثاني من الأوروغواي، فرحانين بباولينيو أكثر من الجول. فيرمينيو فعلها وباولينيو من هناك في أفضل الظروف بيسرى يسجل جول، باليمنى سجل الهدف الأول وباليسرى سجل الثاني. شوف وضعيته في وقت كنت قلت بأن باولينيو وريناتو أوغوستو متقدمان مقارنة بكارلوس كازيميرو، وجاء وكان في المكان المناسب الذي يسمح له بتسجيل هدف ثاني للبرازيل. هدفان مقابل هدف واحد صار دفاعية من دفاع البرازيل. كرة بعيدة في اتجاه نيمار، راح نيمار، با 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 با. جول 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 جول، يا له من جول يا نيمار، فعلها الفنان البارع الماهر. يا سلام، هرب الصغير خلف كواتيس، تفوق عليه هذه المرة وسجل هدف ولا أروع نيمار. هدف 51 لنيمار في مباراة رقم 76، وأي هدف لنيمار! يجب على الأوروغواي كلها أن تقف لتصفق لهذا الهدف الرائع لنيمار. في أفضل أحوال نيمار في الأسابيع القليلة الماضية، في أفضل أحوال انطلق خلف المدافع، وصل أمام الحارس ورفعها فوق راسه، فعلا لا يفعلها سوى أمثال نيمار. نعم انطلق وفي هذا المكان، با 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 نيمار، دوس سانتوس نيمار في مونتيفيديو بالأوروغواي يسجل هدف ولا أروع، والثالث للبرازيل في لقاء اليوم. 3-1 للبرازيل على الأوروغواي في مونتيفيديو، وأي أهداف ثنائية من باولينيو، وهدف ثالث من المبدع نيمار. با 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 با.
هذا هو لاعب كرة القدم وإلا فلا يا نيمار. يسجل اليوم هدف ثالث للبرازيل وهدفه 51. نيمار فعل فعلته، كان رجل مباراة اليوم. جونجينيو راح مباشرة لويليان وانطلق في الهجمة المعاكسة للبرازيل. ويليان انطلق، ويليان ما زال راح من هناك. ديغو سوزا، ويليان يلعب على الجهة اليسرى في اتجاه نيمار، يبحث عن سوزا وأول هدفه مع البرازيل. نيمار 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 نيمار، والكرة في الركنية. عجب أنت يا نيمار هذه الأيام، أنا لا أقول عجب أنت يا نيمار، عجب هذه الأيام يا نيمار. ويليان مرة ثانية، ويليان يراوغ، ويليان مازال محتفظ بالكرة، خرج له داني الفاش، هيل الكرة لداني، داني داني، أوبا با 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 جول. يا سلام عليك يا جوزي باولينيو، هذا الجول وإلا فلا، هذا الجول الثالث في هذه المباراة لك، وهدف بصدرك في منتهى الروعة. الفاش على الطريقة البرازيلية البارعة والمبدعة بصدره فعلها باولينيو، يفنن هو مثله مثل نيمار ومثل كوتينيو ومثل فيرمينو ومثل ويليان. انتو فقط تفنوا، يقول لهم باولينيو أنا كذلك أفنن وأسجل ثلاثية تاريخية بالنسبة إلي. 4-1 صارت النتيجة للبرازيل في مونتي فيديو أمام الأوروغواي. 3 أهداف من باولينيو، هدف ثالث ينسينا في الهدف الثاني، ولكن الهدف الأول صعب ننساه يا باولينيو لأنه كان صاروخ. 3 أهداف سجلها باولينيو، 4 سجلها البرازيل.